السلام عليكم. أي جهاز كمبيوتر بعد مدة 6 شهور عام يرزان، تولي المروحة يزيد الفيتاس متاعها، تولي تعم فحس. علاش؟ خاطر ثم عجينة حرارية لهنا، وذي المروحة تلم الغبرة الرادياتور، لنا تتعبى بالغبرة تولي كالصوف، والبات ترميك تشيح. لازمنا ننظفو المروحة، نحو الصوف اللي هنا يتلم، ساعات يتلم برشا، ساعات يتلم شوية، ساعات ما يتلمش. وأهم حاجة نغيروا البات تيرميك. لاحظوا هنا البات تيرميك في الشاحت ولت شايحة، اللي هي في الأصل تكون سائلة. لنا كيف كيف شايحة، لنا كيف كيف شايحة. هذه زادة نردو بالو منها، هذه بات فقط ماهيش سائلة كيف هذه. هذه زادة تتحط فوق لي سيركوي باش ما يسخنوش. مثلا هنا تنحت هذه، نجي لنا لو ما ترجعهاش وتبدل كل شيء، تبدل باترميك وتنظف المروحة وتعمل كل شيء، يبقى البي سي يسخن، تظهرلك فيه برشا مشاكل. علاش؟ خاطر ما رجعتش الطرف هذا. هذه تصير برشا في ليزورديناتور ديال، خاصة يحطوا لهم النوعية هذه من البات. باه، قلنا نظفوا المروحة. ننفخو لهنا هيك، وقفت ولا 12 دور. علاش؟ خاطر ثم لنا وراء هذه بالضبط لهنا وراء هذيك تكون غلاف، غلاف من هذه. هاي هذه شوية يلزم يتنحى الكل هيك تظهر، يلزم هذا كله يتنح. هذا هو اللي ما يخليش الهواء يتعدى، ما تصيرش لايراسيون. هاي كوالت الدور تاعو عادي. تاو نتعدو لتاب الثانية اللي هي نحو بات ترميك هذيك الشيح. تحاولش تنحاها بحاجة حادة خاطر تجرح. النحاس هذايا، النحاس هذايا كي تبدل لونه زاده يولي غامق، معناتها راهو ما عادش صالح، ما عادش يبرد، خاطر فيه نوايا نتاع غاز سبيسيال. نظفو هذه زاده تاع كارت جرافيك.